ما
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في رحاب دار الحكمة. دار الحكمة مدرسة قديمة مباركة تقع في بوركينا فاسو في حي موسى، فهي قريبة من مديرية المنطقة، تتميز بغير عن غيرها بمميزاتها انها كل المواد الحكوميه، انها على نظام الحكومه. المؤسسه المباركه عبد الله نيوني زاد على فائدتها فائده اخرى، وهي تدريس علوم الافاء تدرس فيها الاسلاميه للمواد الدينيه، فهذا يساعد الطلاب لمعرفه دينهم ودنياهم كذلك. ونجد في المدرسة أن هناك غفيرا من الطلاب، ففيهم مسلمون وفيهم مسيحيون وفيهم كذلك بعض الوسط. نجد أن هذه المدرسة تعلم أبناءها فروض الصلاة وأمور الدين، فمنهم من يعرف هذه الأمور أن تعرف هذه الأمور عن طريق المدرسة. ونجد أن هناك كثيرا من المسيحيين والأولاد الوثنيين الذين يعرفون كيفية الوضوء وغير ذلك من الأمور التي لم يكن يعلمونها. ونعمل في هذا ترسيخ علوم الإسلام، لعل الله أن يجعل لأملنا تحقيقا في إسلامهم. ونجد أيضا كمسلمين أن بعض المسلمين من الذين يدرسون الفرنسية غالبا ما لا يعرفون الدين. في هذه الأيام نجد أن دار الحكمة فعلا كانت دار حكمة وسعادة بفضل المعلمين، فنجد أنهم يتعلمون ويفهمون أمورا كثيرا في الدين. المدرسة انفتحت أقل من شهرين، ولكنها حصلت على طلاب يصل عددهم 15. ونجد كذلك في التدريس الديني ندرسهم العلوم العربية ولك على أن يفهموا الدين من معدنه الصحيح. وكما نعلم أن هذا الدين
ولو ترجمت إلى لغات أخرى باللغة العربية فهو يستقصي، فإن وجدت في حديث معنى أو أكثر من معنى فالذين تعلموا فهم أدرى الناس بها، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم. نجد أن هذا المعنى القريب هو ماذا؟ أنه أن أفضل من تعلم القرآن وعلم غيره، ولكنه وذلك المعنى أفضل من القريب، وهو أن أفضل إنسان بين الخلق من القرآن الكريم هو من تعلم القرآن وعلمه القرآن نفسه. هذه المعاني لا نجدها في الكتب التي ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية وغيرها، لأن الذين يترجمون أحيانا علمهم على المعاني الأساسية، فنجد أن إرادة المؤسس عبد الله في تعليم الهامش كل دراسات التي تتعلم فعلا يجب يستحق الثناء والتبديل، فنسأل الله الفرج في كل ما نسأل الله لكل من يساعدونه في قيام بهذا الواجب الجميل النبيل. محدثكم هو مدرس الطلاب علوم الدينية وعلوم العربية، طالب متعلم في الأزهر الشريف، تعلم في الأزهر الشريف من الثاني ثانوي إلى الرابع الكلية في قسم اللغة العربية في قسم شعبة. السلام عليكم. هذا هو الفصل الأول. إن شاء الله سنشوف نظام الأمور التي كانت من تعليمات هذه المدرسة. فمن تعليمات هذه المدرسة إنما نلاحظ في هذه المدرسة نجد أن البنات يجلسن في الجانب وأن البنين كذلك يجلسون في الجانب غير مختلطين. ففي هذه القاعة المدرسة البنات الحجاب، والحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى قد أنفق تشرف على دفع نفقته المؤسس عبد الله يوم، فبارك الله فيه لذلك، وبارك الله لكل من ساعدوه ونصروه في تعكير نصر هذا الأمر المبارك، وهو ترويج دين الإسلام، إذاعة دين الإسلام في ربوع العالم وخاصة في أرضنا أرض الألمانية. فسنلقي أسئلة، بعض الأسئلة عن الأمور الصلاة لبعض الطلاب لنكون على بينة لبعض الأمور التي أنا ما أعرف.
أنها أشارت كيفية الوجود وهذه المنزلية الموجودة التي تتحدث عنها علمناهم من الكيفية الوجود وكمل على الآن في جهة من المنزلية ولكنها لنا أشياء كثيرة في تعلمهم إياها. فبما أن الدين الحنيفة ماذا يفهم من الغلط فلذلك بدأنا بأن الغلط لأن الوجود من هذا نحن على عصنة الأول هنا فصل الأول الإعدادي لم ندخل لأنهم في الامتحان وهذا هو الفصل الذي يدين غثيرا من الطلاب فبينهم مسلمون وبينهم بعض المسلمين الآن هم في الامتحانات يجب عن الطلاب هذه المدرسة أن البنات هذه المدرسة يتميزن عن غيرها حيث إنهم يرتدين الحجاب وهذا الحجاب كان من نفقة المعسف عبد الله يومي فنسأل الله له الثواب وأن يخلص الله له معسف أموالا
ولمن يساعدونه وصواب كذلك. نحن أمام الفصل على عتبة الفصل الرابع الإعدادي، ولكنهم الآن في الاختبارات. كما أصلحنا كان الفصل الأول الإعدادي كذلك في الاختبارات، وهم كذلك في الاختبارات. وكما هو مشهور على الساحة أن البنات يرتدين الحجاب على نفقة المعسف، فنسأل الله له التوفيق والسداد، كما نسأله سبحانه وتعالى في عمله وفي أمله. وكما نرى في الشاشة أن البنات والبنين كل على ثوب دليل عن الغيب، فلأنهم فعلنا هذا الخليط من أجل الانتقامات، وإلا فهم البنات يجلسن في جانب والبنين في جانب آخر. فلا نطيل القول لأن الفرصة لا تسمح لإلقاء السؤال على أحد، حيث إنهم الآن في شغل. والسلام عليكم. هذا هو المصلى لهذه المدرسة، فإذا حان وقت الصلاة يخرج الكل للصلاة، يتوقفون عن الكتابة وعن الدرس فيخرجون للصلاة جميعا. الآن بفضل الله نستمع إلى الإمام أستاذ عبد الله بن عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وأصحابه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تعالى على أعمالنا ونشكره دوما وأبدا. فكما أسلف أخونا القول، فهذه المؤسسة تعنى بجعله التربية الإسلامية على منهج سلفنا الصالح، فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذه المؤسسة لتشارك في مسيرة الدعوة الإسلامية في هذه البلاد، ولتنبثق منها تعاليم إسلامية على المنهج الصحيح. فمنهجنا في هذه المؤسسة التعليمية التي أطلقنا عليها اسم دار الحكمة، ونحن نقصد من وراء هذا الاسم أشياء، منها أننا نريد أن تكون تعاليمنا في هذه المؤسسة تعاليم على الحكمة والموعظة الحسنة، لأننا نعيش في بلاد أمانية أي لا دينية، بلاد كل على ما هو عليه، كل يدع وصلا لدينا، كانت ليلى لا تسر لهم بذلك. فبهذا فلا بد من الحنكة والحكمة الدعوية لكي نأخذ بتلاميذ قلوب الناس إلى الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو منهج سلفنا الصالح، وعليه فتم بناء هذه المؤسسة. فرحب بها كثير أو كل المسلمين في هذه البلاد، لأنها مؤسسة في هذا الحي الواسع العريض الكبير ليس لها مثيل. وعليه فإن المنهج أننا ندرس الأبناء
اللغة الرسمية لهذه البلاد، واللغة الرسمية لبلادنا هذه هي اللغة الفرنسية. وأيضا نتعلم في هذه المؤسسة أيضا في دار الحكمة القرآن الكريم، ونتعلم التعاليم الدينية واللغة العربية. لذلك نكون قد جمعنا بين الجانب الروحي والجانب الحسي المادي. وبهذا فإننا لا ننفع في هذه العجالة أن نشكر جميع إخوة خاصة المدرسين في هذه المؤسسة وكذلك المدراء، وأخونا الشيخ الذي يقوم بهذا الدور الكبير تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. فالذي لا ننسى عنه أيضا هو أننا نشكر الشيخ عبد الله حسن حفظه الله الذي كان سندا لنا. فإذا قامت هذه المؤسسة فبفضل الله تعالى ثم بفضله وإحسانه ودعمه بداية ثم في آخر المطاف نشكر إخواننا الطلبة الذين أتوا زرافات ووحدانا، وقد جمعنا في هذا العام يعني طلاب أبناء فقراء، طلاب بعض أبناء أغنياء، فوجدنا 220 طالبا، ما يرجو على 200 طالب. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، مع أننا مع قراراتنا ومنهجنا قد يرى الواحد بأنه قرار صعب إسلامي دقيق قيود، لكن مع كل ذلك هذه القيود الكثيرة الإسلامية لم تقلل من وجود الطلبة، وقد أتوا ولله الحمد وبدأنا الدراسة. والأخير نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ثم نشكر الشيخ عبد الله حسن على دعمه وإحسانه، ثم نشكر الأساتذة ونشكر العلماء، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة وللكريم، وأن يبارك في دار الحكمة وفي رئيسها وفي منشئها والمتبرع لها وكذلك مؤسسها وأساتذتها، وأن يخرج من هذه المؤسسة من سيحمل حملا للإسلام، من يدافع عن الإسلام في كل ربوع العالم. الله سبحانه وتعالى نسأل التوفيق والإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن مع المعلم شيخ يوني، فهو أخ شقيق أخ كبير للمؤسسة. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الإسلام. كما قال الشيخ وزروه إدريس، أنا أخ الشقيق لعبد الله. الحمد لله على كل حال، نحن مسرورون جدا بهذه البناء للمدرسة، لكن نشكر الذي ساعدنا ببناء هذه المدرسة، وأنا أيضا مدرس في تعليم القرآن الكريم، وهكذا دائما أنا آتي هناك لزيارة التعليم هذا لأساعدهم، وهم أيضا لكي أسددوا جهدهم يعني في تعليمهم. ولكني أنا مسرور جدا، لا أستطيع أن أتكلم كثير كما أنا مسرور، إذا أريد أن أتكلم سألت أحسن. نسأل الله المولى الكريم أن يساعدنا في كل ما كنا، وأيضا نشكر عبد الله
الذي سبب الذي بنى في هذه البناء لهذا ما يجي الكلام الكثير هذا. الحمد لله نشكر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما سمعنا من أخينا سليمان النوني عبر عن مشاعره وامتنانه لهذه المدرسة، كل من ساهموا في بناء هذه المدرسة وكل من سعوا وراء المدرسة، شاكرا الله الذي جعلنا مسلمين قانتين، فهو يمطر شكره لكل من ساعدوا ذلك الأخ عبد الله نيوني في بناء هذه المدرسة، فهو كذلك أستاذ متعلم تعلم العربية ويساعدنا كذلك في كل أمر له علاقة بالدين وكل أمر له علاقة باللغة العربية. فختاما نشكر الإخوان شكرا جزيلا على استماعهم وعلى رؤيتهم هذه الشواهد التي تكون لسانا أو هي لسان عذيرة عن أعمالنا وأدوارنا التي نقوم بها في دار الحكمة، دار معرفها، دار الرقي، دار الإسلام، ودار الأمة جميعا في كل شيء، في كل خير. والسلام عليكم. الآن نحن مع مدير دار الحكمة محمد اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. Avant de me présenter, permettez-moi de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité l'ouverture de cet établissement cette année. Nous lui demandons d'accomplir ses bienfaits sur nous et nous lui prions également d'accorder ses bienfaits, sa miséricorde sur le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, sur certaines familles et d'autres compagnons. Tous celles et tous ceux qui leur auront emboîté le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Moi, c'est le frère Diabo Mamadi, je suis le directeur de l'établissement Darul Hikma. Nous avons, par la grâce d'Allah, pu ouvrir l'établissement cette année et tout va bien. D'abord, je vais essayer de présenter un peu l'établissement dont je suis le premier responsable. L'administration composée de trois éléments, le premier, le surveillant général, la secrétaire de direction, et nous avons un corps professoral, c'est-à-dire un ensemble d'enseignants qui dispensent des cours dans le domaine de l'enseignement général. Et la particularité de notre établissement par rapport aux autres, c'est que nous avons introduit dans l'enseignement une éducation islamique qui est dispensé par un prêtre. Par là, nous voulons, à la fin de la formation de l'élève, un homme bien formé et bien éduqué qui peut affronter les difficultés de la vie, puisqu'on remarque aujourd'hui déjà à partir de la sixième, on laisse tomber le volet éducation. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas comprendre à 12 ans, un élève n'est pas assez mûr pour affronter la vie. Donc, les autres établissements, ce qu'ils font, c'est de continuer dans le domaine de l'enseignement général et ils laissent tomber le volet éducation. Et nous prenons ça en compte. Ça, c'est notre particularité. Et dans le règlement intérieur, les élèves essaient tant bien que mal d'appliquer, mais progressivement, on arrivera à instaurer la discipline. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des éléments de notre religion qui ne sont pas forcément compris, même par les musulmans. On a donc discuté dans l'application du règlement intérieur, mais Inch'Allah, tout ira pour le mieux. Et enfin, s'il y a quelque chose à ajouter, c'est au niveau de. Il y a des particularités propres de notre établissement par rapport aux autres. On se rend compte aujourd'hui que dans les établissements, le corps professoral et le personnel administratif n'arrivent plus à gérer les élèves.
c'est la pareille totale. Dans les établissements bourgeois, les élèves qui rentrent et sortent comme ils veulent, comme s'il n'y a pas un personnel de rien. Mais ici, nous nous travaillons à ce que les élèves soient sous nos ordres pour que l'enseignement soit de bonne qualité. Et Inch'Allah, on a vu progressivement à mettre en place cette discipline-là. Pour finir, je ne vais pas terminer sans remercier les professeurs qui collaborent avec nous dans le domaine de l'éducation parce que bon, c'est des vacataires, ce n'est pas des gens qui interviennent justement. Dans d'autres lycées, on ne leur demande pas d'éduquer les enfants, mais de les instruire. Ici, nous nous leur demandons d'instruire les enfants et éduquer-les. Donc, je les remercie parce qu'ils tiennent compte de ce que nous nous disons. Donc, à la fin de là, ce n'est pas fini. شكر المدير أولا رب العالمين وحمد الله رب العالمين وتعالى الله أن يوفقنا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأثر أصحابه وأتباعه ثم بعد ذلك أصلح عن نفسه قائلا إنه محمد يابو هو المدير لهذه المدرسة ثم بعد ذلك قال من مميزات هذه المدرسة أن هذه المدرسة تهتم بالتعليم كما تهتم بالتربية الإسلامية فمن ميزتها هذه من ميزتها مقارنة ببعض المدارس من المدارس الحكومية نعرف أن جانب التربوي جانب ناقص مهمول أما في هنا فهم يهتمون بهذا الجانب اهتماما بالغا ومن اهتمامهم البالغ أن بعض المدارس نجد فيها أن الطالب يأتي فيها يدخل ويخرج كما شاء فهنا فيه نظام كامل حيث إن الطالب لا يسمح له أن ينتشر انتشارا في ساحة المدرسة ويخرج كل من يريد ويدخل كل من يريد وإنما هناك نظام يتبعونه ثم بعد ذلك وصل الكلام وقال ما شرفت دار السلام ودار الحكمة تتميز كذلك من حيث التربية حيث إنها تطالب الأساتذة بإلقاء بترسيخ التربية في أذهان الطلاب فيقومون بالتعليم الطلاب ولتربيتهم وهذه من ميزة المدرسة ويضيف إلى ذلك بأننا في البدء المدرسة عانت لأن الناس لم يكونوا يفهمون هدف المدرسة من حيث التربية الإسلامية ولكن تدريجيا نجد قبولا فائقا ونجد أيضا أن هناك إقبالا إلى إرادة وتعليمات المدرسة فكل أمر مبدور أو غريب صعب فهمه ولكن على مر الزمان فنتغلب على الصعاب ونتغلب على سوء فهم الناس وسنستطيع إن شاء الله ترسيخ مبادئ الدينية في أذهان الناس فتفهمونه إن شاء الله فهما صحيحا ثم ختم كلامه حامدا لله رب العالمين قائلا لله رب العالمين نحن الآن مع السكرتيرة الحكمة مدام السكرتير بونسوار Bon, moi, je me demande d'abord, si la secrétaire du lycée pouvait d'abord dire, bon, je trouve que mon rôle ici, c'est la saisie, et la photocopie, l'impression ensuite, et puis la photocopie des devoirs, des sujets en fait. السكرتيرة عبرت عن اسمها ولقبها فهي زينب دابري زينب ف
فهي من واجباتها أنها تنسخ الامتحانات ثم بعد ذلك تطبعها، وهذا أول دور تقوم بها. فهي تقوم باستقبال المقبلين، فهي من أدوار من دورها أنها تستقبل كل من يريد أن يرى النبي، وكل من يريد كذلك أن يريد أن يرى المعلم كذلك عملا ما، فهي في هنا تستقبل. Mais en dehors de ça, comment est-ce que vous voyez le travail, est-ce que vous êtes en vie? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous trouvez dans votre peau ou pas? Je dis que le temps allait pas uniquement ici. Bon, je me sens respecté. هي تقول بأنها هي مسرورة كما رأينا أنها أبدعت ابتساما، أبدت ابتساما تعبيرا عن سرورها بعملها، وأنها لا تجد أي مشقة في هذا العمل حيث أنها تقوم بواجبتها على أحسن وجه. نحن مع المراقب العام عبد الله جاتا. Oui, je suis le surveillant général. Mon nom c'est Jaka Abdullah. Être surveillant général dans une école c'est très important parce que la discipline et l'ordre c'est moi qui veille sur ça. Dans la cour de l'école comme dans la salle d'être, dans une éducation disparate, c'est la fin de l'une classe de classe. Il faut un surveillant mais pour mettre de l'ordre. Pour que ceux qui dérangent le cours, on les mette dehors ainsi de suite. Pour qu'ils ne soient pas dans une formation islamique. Les informations islamiques supposent ne pas prendre les rudiments de base de l'islam des enfants. Chez nous ici, les filles portent le voile musulman, et les garçons et les filles, il n'y a pas de mélange. Donc c'est moi qui vais à tout ça, en sorte que c'est pour éviter une formation islamique derrière les enfants. Et si je tâche, je suis peut-être que le courant est éduqué. Je vais être surveillant technique et beaucoup sur les nerfs, chaque fois c'est très solide pour pouvoir vraiment veiller à tout cela. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de. J'écoute, j'ai des nerfs chaque fois, tu vas vous calmer. Les enfants ne sont pas partis de même chose avec. On a chargé, on me dit d'assumer. فيقول إن من أول اهتمامي هو الاهتمام بالطلاب في فناء المدرسة وفي قاعة المدرسة، فكما نعلم أن هذه المدرسة تتميز عن غيرها لأنها درجت تدريس علوم الدين في برنامجها، فهم يهتمون كثيرا بذلك. فقال ومن شأن المراقب أن يكون صبورا، فهم يحيون في سعي ورقي هذه المدرسة، فيقومون دائما بمراقبة البنات من حيث إنه مطلوب بارتداء الحجاب لأن ذلك من تعليم المدرسة. وكما نعلم أيضا أن المدرسة تهتم كذلك بتعليم المبادئ الشرعية، فتعلم القرآن الكريم والسنن النبوية وما يتعلق بأمور من الأمور التي يستحق الثناء والتبجيل. Je travaille sur un pratique à être là chaque jour, chaque matin, avant les élèves, à 6h50 c'est le premier coup de cours, 55 le dernier coup, et dans 10 minutes, jusqu'à 7h05 pour que les regardeurs puissent être en classe. Une fois en classe, les cours commencent, les élèves, ceux qui sont arrivés à 8h, et qui peuvent être pratiqués le cours, les santé, et gagner le train dehors, sous la supervision du surveillant.
Donc ici, en tout cas, la discipline assurée. Et toute personne qui vient de l'étranger et dehors va passer par la surveillance avant de rester dans le stade de base. Donc c'est un travail de vigile. Et chaque fois, je suis allé pour que les choses puissent marcher normalement. وهو أيضا يذهب يغادر المكان متأخرا فهو يحكم بكل أنظمة طيبة للمدرسة فهم يدعون يتشددون في القيام بهذه التعليمات للمدرسة ومن قوانين المدرسة أن الطالب إذا جاء متأخرا قبل 10 دقائق يعفى عنه وإذا كان أكثر من ذلك فلا يعفى بالدخول فإذا تأخر وأراد الدخول فلا بد من إحضار ورقة من المراقب لطلب السماحة من الأستاذ قبل الدخول وإذا جاء كذلك أي قريب ويريد أن يتصل أو يرى الطالب بالمراقب أولا فالمراقب يأذن له بورقة فيأخذ هذه الورقة ويقدمه للأستاذ ثم بعد ذلك يتم لقاؤه مع من يريده. الآن